يا رب، ونحن في سابع يوم من شهر رمضان المبارك، أسألك اللهم أن تجعل ما تبقى من أيام رمضان جابرة لقلبي وقلوب أحبتي، ساترة لعيوبنا، ماحية لذنوبنا، مقبولة عندك يا ربنا، وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. ارزقنا فرحا قريبا يبشر قلوبنا ويطمئن نفوسنا يا رب، تفريجا لكل هم واستجابة لكل الدعاء، وغفرانا لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج. زادكم الله نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وجعلنا الله وإياكم من الذاكرين والمستغفرين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وكل من له حق علينا. اللهم آمين.